حضور مخجل جدا. صحيح، يعني 3 طالبات فقط اللي حاضرين، صاروا 4. دكتور هسه بسبلش المحاضرة بفوت الطلاب، كيف؟ بس بس بلش المحاضرة بفوت الطلاب. هي بلشت ولا لا؟ أعطي لها دقيقة. طيب ماشي. أنا أوريدي بلشت أسجل. بكل حال إحنا ضلنا محاضرتين، محاضرة اليوم ومحاضرة الجاية. إذا اليوم الحضور سيء رح أسجل آخر محاضرة. يعني أنا مبارح على 10:30 والحضور 10 طلاب، مع إنه الساعة 10:30 وأنا خبرتكم إنه رح أعطيكم 3 و4. وللأسف إنه أنا قديش تعاونت معاكم موضوع المحاضرات وعددها، يعني ما أثقلت عليكم أبدا برمضان، ومع ذلك إنه يعني ما فيش تقدير إنه الواحد يرجع يحضر المحاضرة. كلنا نستنى شوي، بدي اليوم أشرح جزء وأحل كويز بآخر المحاضرة. ما في كويزات تعويضية لأنه التجميع جدا عالية. أنا عندي عدد كتير كبير جايبين فول مارك، وفي عدد عندهم بونس تبع الميد لساته، عدد كتير كبير فوق 45 تجميعه. يعني بديش أحكي لكم قديش عدد كبير، يعني بقدرش أعده. أنا عندي 321 طالب، الأعداد كتير كبيرة. طبعا أغلب التجميع بالأربعينات، ما فيش عندي رسوب أكيد، فما في داعي أبدا لأي كويز تعويضي. الكويز تبع اليوم هيكون فقط مفتوح للطلاب اللي ما قدموا الكويز الأولاني. حتى اللي قدم وجاب 1 ما بيقدر يقدم، لأنه يعني خلص هو أخذ فرصته وقدم الكويز. وتفكروش إنه الميك اب سهل لحتى إنه يعني الواحد يجيب. يعني في ناس هون أكيد حضروا يعني جربوا الميك اب تبع الميد وبيعرفوا شو يعني. يعني في منهم ما نجحوا على الميك اب في الميد تيرم، فالميك اب عمره ما بيكون اشي سهل ولا رح يعطي فرصة احسن. انتوا جبتوا على الكويز الاول كتير علامات عالية، كان الافرج تقريبا 9 أو 10 من 10، والميد تيرم الافرج 27 من 30. يعني هذا بالاحلام عم بيصير. الكويز الثالث الافرج 6 من 10 وفيري ريزونبل، وعدد منيح جاب فول مارك، بس يعني بنحس انه العدد ريزونبل، انه ما في هيك اكزاجريشن بالعلامات، كانت العلامات جدا منطقيه. فالحمد لله كل شيء تمام وتجميعكم ممتازه، وان شاء الله تظبطوا بالفاينل. انا سبق وقلت اني راح اعطي بونص، يس راح اعطي بونص للحضور والغياب. أنا لسه ما أحصيت لأنه اليوم يعني لسه عم بعطي محاضرات، بدي أحط المحاضرات وأشوف من يستحق إنه ياخذ بونص على الفاينل ومين ما بيستحق. فأنا بوعدكم إني رح أعطي بونص على الفاينل بناء على الحضور والغياب. سامعيني؟ طلاب صوتي واضح؟ بدي أبلش أعطي المحاضرة، انه امبارح كثير تغلبت بقطع كان الصوت، عشان هيك يلا اسالكم سامعيني. مجرد ما الصوت قطع صار مش واضح خبروني، لانه امبارح بعد ما سجلنا ليش مش فاهمه، يعني اول مره بتصير معي هيك، وحتى السلايدات ما كانت كلها تكون واضحه. فمجرد ما صار اي مشكله خبروني دغري، ما تستنوا. طيب خليني بس اعمل شير. واضح السلايد صح؟ دكتورة واضح ومبين عندكم انه انا عم بسجل. دكتورة تمام. طيب المرة الماضية شرحنا بشكل عام ايش هم الميديكيشنز اللي ممكن نستخدمهم فور بريفنشن اوف في تي اي، وبرضه حكينا بشكل عام عن التريتمنت. ودائما التريتمنت للديوريشن إله والدوزنج إله اعلى من البريفنشن. هلا حكينا كثير مهم انه نعرف انه لما احنا when we need to treat we have to give a rapid acting anticoagulant for at least يعني فترة بتغطي الفترة اللي بحاجة إلها المريض وهو بالمستشفى، وبعد هيك بيروح المريض لبيته بأنتيكوأجولانت اللي بيستخدمه for long term. وهذا الأنتيكوأجولانت لازم يكون
يعني يفضل انه يكون اورال لحتى المريض يقدر ياخذه، بأسوأ الاحوال انه يكون سب كيوتانوس من علم المريض كيف ياخذه. وقلنا انه الديوريشن اوف تريتمنت از مينيمم 3 مانث، لكن كود بي اكستندد لست شهور لسنه او سنتين، بيعتمد على حاله المريض. وحكينا ان ابسنس اوف كونترا انديكيشن، لانه الناس بدها تكمل باورال انتي كوجولانت بالبيت، اكثر دواء يستخدم هاي الايام هو الوارفارين، هو ذا بيست اورال ميديكيشن تو بي جيفن فور كرونيك يوز، لكن بده مونيتورينج وله سيجنيفيكانت سايد افكت ودراج دراج انتر اكشن. عشان هيك هلا الافديه ابروفد نيو ايجنتس that can be given orally, they do not need monitoring, they are not associated with significant drug-drug or diet-drug interaction. They are preferred over warfarin, however they are very expensive since they are newly يعني approved. لكنهم لساتهم option ممكن انه المريض ياخده، مو حتى ممكن يبلش فيه ويكمل. هلا اذا المريض بده ياخد treatment، بده ياخد الوارفارين as long treatment، he has to start with rapid acting anticoagulant for at least 5 days. وبعد هدول طبعا 5 days، وبنفس اللحظه اللي بياخذ الرابيد اكتنج anticoagulant، نفرض انه اخذ unfractionated heparin او low molecular weight heparin او fondaparinux، او في ادويه جديده اورال اللي بتنعطى اللي هي rivaroxaban والapixaban، he can start with any one of these drugs. فإذا بلش فيهم وناوي يكمل warfarin، he has to start with warfarin the same day he starts this rapid acting anticoagulant. يعني من أول يوم نفرض بده ياخذ unfractionated heparin warfarin، وبيضلوا ماشي عليهم السنين لحتى إنه الوارفارين يوصل للديزايرد INR اللي هو بين 2 لـ 3، وبعد هيك بنوقف الرابيد acting anticoagulant اللي هو مثلا unfractionated heparin وبنكمل warfarin. ليش عم نعمل هيك؟ لانه احنا ايفنتشوالي حنكمل بالوارفارين، ولانه الوارفارين نيدز تايم تو ريتش الاي ان ار، لازم نبلش فيه من اول يوم، لانه ما راح يعطيني ثيرابيوتيك افكت اول 5 أيام او اول اسبوع لحتى ما يوصل الاي ان ار. مجرد ما اعطاني ثيرابيوتيك افكت دغري بوقف غيره وبكمل فيه. خطا انه اعطي تو انتي كوجولانت ات ذا سيم تايم اذر ذان الوارفارين، لانه بيزيد الريسك اوف بليدنج. اوكي، هلا من الرابيد اكتنج anticoagulant that I can start with unfractionated heparin. Unfractionated heparin هو the most commonly used medication for medical and surgical patients for a treatment، لانه رخيص ولانه يعني الكلينيكال ترايلز انعملت عليه كثير، وفي في اكسبيرينس بالدوزنج لإله للمرضى. هلا هو موجود از اي في وموجود از سبكيوتانوس. دائما الاي في البايو افيليبيليتي له احسن من السبكيوتانوس. هلا هو عباره عن بوليساكرايد بنجيبه من البيجز او من الكاتلز، لانه هو ناتشورال انتي كوجولانت، بيصير له بيوريفيكيشن وبنحصل على لونج بوليساكرايد تقريبا طوله 18 بوليساكرايد. وعن طريق هذا اللونج بوليساكرايد هي كان فورم تيرنري كومبلكس وذ اذر موليكولز، هو بيربط بالثرومبين والانتيثرومبين والفاكتور 10، يربط بالثرومبين والفاكتور 10 زائد الانتيثرومبين، وبيعمل انهيبيشن للثرومبين وبيعمل انهيبيشن للفاكتور 10 وبيعمل اكسلريشن للاكتيفيتي اوف انتيثرومبين. اوكي، اي تي اللي هي الانتيثرومبين. بهالطريقه هو يعني هو مع الانتيثرومبين والثرومبين والفاكتور 10 عمره تيرنري كومبلكس، وعمل لي انهيبيشن فور تو ميجر فاكتورز اللي لهم علاقه بالكلوتين كاسكيت، وات ذا سيم تايم عمل لي اكسلريشن للانتيثرومبين. وعشان يقدر يعمل هذا الشيء لازم يكون اطول من 18 بوليساكرايد. لو قل اللينك تبع البوليساكرايد بتقل قدرته انه يربط بالثرومبين، وبصير اكثر سلكتيف انه يربط بالانتيثرومبين والفاكتور 10. يعني الفاكتور 10 بده تقريبا 5 بوليساكرايد لحتى حدا ينعمل له انهيبيشن. ف يعني لو كان قصير ممكن يربط على الفاكتور 10 بس مش على الثرومبين، لو كان طويل هي نيد بوليساكرايد. هلا قلت لكم بنعطى سبكيوتانوس واي في، وللاسف انه وين جيفن سبكيوتانوس للبايو افيليبيليتي له بور من 30 الى 70%، والسبب انه لانه ماخوذ من يعني من انيمال سورسز، في كثير باثوجين ترانزميشن وفي انتي بوديز بصير لها ترانزميشن فروم الانيمالز انتو الهيومن، وبتعمل نون سبيسيفيك بلازما، وبصير في نون سبيسيفيك بلازما بايندينج اوف ذا دراج، وهذا الشيء بيقلل البايو افيليبيليتي البايو افيليبيليتي، وبنفس الوقت بيعمل unpredictable pharmacokinetic وpharmacodynamic. ولانه برضه بنجيبه من كاتل هو ممكن يكون associated with something called heparin induced thrombocytopenia زي ما رح نحكي كمان شوي.
إذا بدنا نعطي subcutaneous بالعادي بنعطى fixed dose. إذا كانت prevention bolus dose 5000 يونت بنعطى كل 12 ساعة، كل 8 إلى 12 ساعة. وإذا كان for treatment بنعطى 17000 ونص يونت twice daily. لكن إذا بدنا نعطي IV بنعطي IV dose محسوبة حسب البادي ويت، IV weight based dose. أكيد الIV أحسن. الIM طبعا ما بنستخدمه لأنه له erratic response، وهو من الأدوية اللي إلها fast onset of action within 1 to 2 hours ببلش يعطيني effect المريض. هذا الدواء من الأدوية اللي بيصيرها both liver metabolism and kidney elimination. عشان هيك الناس اللي عندهم kidney dysfunction or renal dysfunction we need to adjust the dose for them. هذا الدواء primarily هو very effective in the inhibition of thrombin. طبعا هو أحسن دواء بيعمل لي inhibition للثرومبين بالإضافة لأشياء تانية، ورح نحكي كمان لقدام شوي عن إشي اسمه direct thrombin inhibitors برضو بيعملوا لي inhibition للثرومبين، بس هو من ال conventional drugs that inhibit primarily thrombin. ولأنه بيعمل لي inhibition للثرومبين طبعا هو من الأدوية اللي بحاجة إلى monitoring أول فقط 24 ساعة. يعني أنا لازم أحسب دوز حسب إشي اسمه الآينار أو البارشال ثرومبوبلاستين تايم. شو يعني بارشال ثرومبوبلاستين تايم؟ هلا لو أنا باخد عينة الدم وبتركها برا رح يصير فيها كلوت. Time until thrombus formation اسمه partial thrombobulastin time، يعني الوقت اللي بتحتاج العينة ليصير فيها thrombus. أوكي؟ نفرض إن المريض صار عنده VTE وبحاجة إنه نعطي anticoagulant. شو الهدف من الانتيكوغلانس بهاي الحالة؟ إنه يطول time until thrombus formation، يعمل لي elongation أو extending for the time of thrombus formation، يعني الوقت اللي بتحاجة فيه العينة لحتى يصير فيها clot بدنا إياه يطول ما يصير في عندنا thrombus. فأنا لما بعطي anticoagulants بطول هذا الوقت، بحيث لما بقسم الوقت after addition of anticoagulants على الوقت at baseline before addition of anticoagulants يكون في عندي الرقم من 1.5 إلى 2.5 اللي هو الـ INR تبع الـ unfractionated heparin، يعني يكون مرة نص إلى مرتين ونص الوقت بعد ما أضيف الـ anticoagulant بقت at baseline. وهذا بالعادة تقريبا بيكون شبه يعني close، يعني من مريض لمريض يعني تقريبا ممكن يكون يحتاج إلى 30 ثانية for example العينة لحتى مثلا إنه نطول فيها الـ until thrombus formation. وبناء عليه احنا بنضلنا نحط ميديكيشن على العينه لحتى نشوف التايم اللي بدنا اياه اللي هو بالنسبه للبيز لاين. بعد ما اقسم بيطلع 1.5 ل 2.5، وصلنا له ولا ما وصلنا له؟ مجرد ما وصلنا له بناخذ الدوز وبنقول هاي هي الدوز المناسبه للمريض. عشان هيك كثير مهم انه نعمل مونيتورنج للبارشال ثرومبوبلاستين تايم ونحسب الاي ان ار بالنسبه للبيز لاين بارشال ثرومبوبلاستين تايم لما احنا بدنا نعطي الدوز اوف انفراكشنيتد هيبرين يعني primarily when given IV. وطبعا بنحسب كمان البليتليت كاونت وال CBC لحتى انه نعمل مونيتورينج. في ناس زي اللي pregnant women او في ناس عندهم شيء اسمه deficiency بالثرومب الانتي ثرومبين اللي هو natural anticoagulant، وحكينا انه unfractionated heparin بيعمل له acceleration. هدول الناس ما بينفع اني اروح احسب لهم البارشال ثرومبوبلاستين تايم to guide الدوزينج، لانه عندهم يعني المنظومة كلها تاعت الثرومبين والأنتي ثرومبين مش مضبوطة زي الناس العاديين. هدول الناس يفضل إنه نعتمد على الـ concentration of factor 10 to guide الـ dosing. يعني أنا بشوف الـ factor 10 قديش at baseline، ولما بدي أعطي الدواء قديش صار لأنه لازم يقل، وبناء عليه بقرر إذا أنا فعلا بعطي دوز صح ولا غلط. لما بنعطي IV ما بصير نعطي fixed dose IV، لازم نعطيها bolus dose صغيرة وبعدين بنكمل continuous infusion to avoid a risk of bleeding، لأنه هو anticoagulant إذا بعطيه fixed dose مرة واحدة ممكن يزيد the risk of bleeding. زي ما حكيت قبل هيك إنه the most common side effect of the unfractionated heparin هو إشي اسمه heparin induced thrombocytopenia. من اسمها heparin induced thrombocytopenia انه بصير في عندنا drop بالبليتليت كاونت. وتعريف الهيبرين induced thrombocytopenia انه المريض بياخذ نوع من انواع الهيبرين زي الانفراكشنيتد هيبرين او اللو مولكيولار ويت هيبرين، بصير في عندنا drop by more than 50% of platelet count from baseline، او البليتليت كاونت بصير تحت ال 150 الف بليتليت بير 1 ml blood. ف
فهذا الشيء بيعني انه المريض صار عنده ثرومبوسايتوبين. يعني فور اكزامبل مريض من البدايه كان عنده اخذ الهيبرين وصار عنده البليتليت كاونت مثلا 120,000، هذا عنده ثرومبوسايتوبينيا لانه الكاونت تحت ال 150,000. او مثلا مريض كان عنده 350,000 بليتليت كاونت وصار في عندنا دروب تقريبا ل 180. طبعا ال 180 هي اكثر من 150 لكنها 50% او بلاش 180 170 هي اكثر من ال 150,000 لكن صار في دروب فروم بيز لاين اكثر من 50%، وهذا الشيء بيعكس انه المريض صار عنده ثرومبوسايتوبينيا. هلا عكس ما الناس تتوقع انه الهيبرين اندوس ثرومبوسايتوبينيا لانه بيقلل البليتليت كاونت بتوقع انه يصير في عندي بليدنج، بس ذس از نوت ذا كيس. هلا بالاماكن اللي بيصير فيها بليتليت ديبليشن يس انه بيصير في بليدنج، لكن في بعض الاماكن فيها depletion بالبليتلت لكن بصير فيها thrombosis. يعني احنا بنعتبر الهيبرين induced thrombocytopenia احدى الكونديشن الاسوشيتد وذ thrombosis. ليش؟ لانه اللي عم بيصير ببعض الاماكن انه بصير في depletion للبليتلت مش لانه مثلا بتموت، لا، لانه بصير لها binding على coagulatory factors زي الفاكتور 4، وهذا الشيء بيعمل activation للفاكتور 4 واكتيفيشن للكلوتين كاسكيد وبالتالي فور ثرومبوس فورميشن. فيعني ممكن انه مريض يكون عنده هيبرين اندوس ثرومبوسايتوبينيا، عنده ثرومبوسيس باماكن وبليدنج باماكن اخرى بسبب هاي المشكله. هلا اذا المريض صار عنده مثلا بليدنج دو تو يوز اوف انفراكشنيتد هيبرين، مثلا اعطيناه دوز عاليه، كيف انا بدي اعرف؟ اي هاف تو واتش الساينز اوف بليدنج اللي هي مثلا ممكن يصير عنده هيموبتيسيس يطلع بمثلا he spits blood او during cough بيطلع blood، هيماتشوريا باليورين في دم، هيماتوتشيزيا انه بيطلع كميه كبيره من الدم من الجي اي بالستول وبالعاده يعني بيكون فريش، ميلينا نفس الشيء بيطلع كميه كبيره لكن بيكون لونه غامق وهذا الشيء بيعكس انه البليدنج جاي من الابر جي اي، تاري ستول انه بيكون الستول مختلط بالدم مش انه في كميه نازله، لا بيكون هيك في traces of blood. ممكن يصير في عنده severe headache او joint pain. severe headache بيعكس انه ممكن يكون في عندنا intracranial hemorrhage. كتير مهم انه نعمل watching the signs of bleeding. skin discoloration for example صار عزراء، هذا بيعكس كمان signs of bleeding. طبعا البليدنج هو one of the most common associated side effect مش بس مع الانفراكشنيتد هيبرين ومع كل الانتيكوغولانت، عشان هيك احنا لازم ننتبه لموضوع البليدنج مع كل الناس that receive الانتيكوغولانت. طيب شو هي سايد افكت ثانية للانفراكشنيتد هيبرين؟ ممكن مع البرولونج يوز، وما ننسى انه هدول رح ياخذوا لفترة طويلة، ممكن يعني المريض خصوصي اذا كمل بالبيت سبكيتانوس ممكن يصير عنده الوبيشيا يعني صلع، هايبركاليميا، اوستيوبوروسيس. اوكي طب نفرض انه المريض اخذ الانفراكشنيتد هيبرين وصار عنده بليدنج، هاو تو ستوب ذا بليدنج اسوشيتد وذ انفراكشنيتد هيبرين. الانفراكشنيتد هيبرين له انتيدوت، والانتيدوت له هو البروتامين سلفيت. اول ما المريض صار عنده بليدنج بنوقف الدواء اللي هو الانفراكشنيتد هيبرين، at the same time we give بروتامين سلفيت لانه by itself can reverse the bleeding associated with unfractionated heparin by 100%. طبعا الريسك اوف بليدنج انه المريض يصير عنده او ما يصير بيعتمد على كثير فاكتورز، ممكن يكون له علاقه بالدراج ستابيليتي، وما ننسى انه الريسبونس تو انفراكشنيتد هيبرين مختلف من مريض الى مريض، فممكن انه مرضى على نفس الدوز انه تتاثر ويصير عندها بليدنج، وممكن مرضى ثانيين ما يصير في عندهم اي مشكله. فبيعتمد على الدراج ستابيليتي، على الانتنسيتي، على الايج، على اليوز اوف اذر ميديكيشنز اللي كان كوز كمان بليدنج، زي مثلا بياخذ نون ستيرويدال اسبرين او بياخذ اذر انتي كوجولانت. بيعتمد برضه اذا كان عنده هيستوري اوف جي اي بليدنج او تعرض لتروما معينه فولز او عامل ريسنت سيرجري، هدول مور برون انه يصير في عندهم بليدنج اكثر من الناس الثانيين. بالنسبه للبريجننت وومن بتقدر تاخذ الانفراكشنيتد هيبرين لكنه كاتيجوري سي، ما بنحب نعطي، بنحب نعطي اكثر لو مولكيولار ويت هيبرين بالبريجننسي، وهو من الادويه اللي ذات از نوت سكريتد ان ميلك كان بي جيفن للبريست فيدينج وومن. واكيد اذا بدنا نعطي الاطفال ممكن نعطيهم لكن لو دوز، ستارت اولويز وذ لو دوز. هذا الجدول بيرجينا بشكل عام الكونترا انديكيشنز للانتي كوجيليشن ثيرابي. في عندنا كومن كونترا انديكيشن بشكل عام لكل الانتي كوجيلانت، وفي عندنا سبيسيفيك كونترا انديكيشن لكل نوع من انواع الانتيكوجولانت. بشكل عام اي مريض عنده اكتيف بليدنج اذر ذان منسز ما بصير ياخذ انتيكوجولانت ولا بصير ياخذ ثرومبوليتيك ثيرابي لانه رح يزيد البليدنج.
اي مريض عنده جيناتيك ديزيز اسمه الهيموفيليا بخليهم هذول عندهم more hemorrhage tendency than other people ما بيقدروا ياخذوا الانتيكواجولانت. اي مريض عنده سيفير ليفر ديزيز ما بيقدر ياخذ الانتيكواجولانت. مريض عنده سيفير ثرومبوسايتوبينيا البليتليت كاونت اوريدي قليل مثلا كان تحت ال 20000 اكيد هذا ما بيقدر ياخذ الانتيكواجولانت ان جنرال. مريض عنده مالجنانت هايبرتنشن يعني عنده ضغطه عالي مش قادرين نعمل له كنترول بيكون اكسلريتد. هذا المريض تخيلوا لو اعطيناه انتيكواجولانت وعنده هايبرتنشن بيصير تدفق الدم بالجسم كثير عالي، واذا كان عنده اي انجري باي مكان رح يصير الارتري او الفين ينز ويعمل له هيماتوما اللي هي بالنهايه بتصير تتحول الى يعني كايند اوف ثرومبوسيس وبتسكر الارتري او الفين زي ما بصير في عندنا بالهيموراجيك ستروك. عشان هيك ما بصير نعطي مريض عنده مالجنانت هايبرتنشن انتيكواجولانت. او مثلا اذا الدواء الانتيكواجولانت بحاجه الى مونيتورينج واحنا ما عندنا فاسيليتي نعمل مونيتورينج او المريض مش متعاون انه يروح يجي ويعمل مونيتورينج برضه this is an absolute contraindication to give certain anticoagulants. اوكي هلا في product specific contraindication انه في ادويه معينه لها خاصيه معينه ممكن انها تمنع استخدامها. هلا بشكل عام اي نوع انتيكواجولانت اذا المريض اخذه بيعمل له هايبر سنسيتيفيتي احنا بنعتبره absolute contraindication. عشان هيك اغلب الادويه اللي بتنعطى للمرضى it has to be tested first على small area وبعدين نشوف اذا ما في حساسيه ممكن انه نعطيه الدواء. هلا unfractionated heparin بالاضافه لذلك ما بصير اعطيه اذا المريض عنده history of heparin induced thrombocytopenia. اوكي وكذلك اللو مولكيولار ويت heparins كل الheparins يعني هلا اللو مولكيولار ويت هيبرينز بشكل عام اسوشيتد وذ ليس هيبرين اندوس ثرومبوسايتوبينيا مقارنه بالانفراكشنيتد هيبرين. ومع ذلك ما بصير مريض عنده بريفيوس هيستوري اوف ثرومبوسايتوبينيا اروح اعطي لو مولكيولار ويت هيبرين اتس كونترا انديكيتد از ويل. الفوندا بارينوكس هنحكي عنه لقدام هو اندايركت فاكتور 10 انهبيتر. من الابسوليوت كونترا انديكيشنز انه اذا المريض عنده سيفير رينال انسفيشنسي الكرياتينين الكليرنس اقل من 30 ام ال بير مينيت ما بيصير اعطي، او اذا المريض عنده بكتيريال اندوكاردايتس ما بيصير كمان اعطي. بالنسبه للنيو اورال ايجنت زي الليبرودين ارجاتروبان او ريباروكسيبان ابيكسيبان هدول من الادويه اللي انا ما بصير اعطيها اذا المريض عنده اليرجيك رياكشن لها. بالنسبه للوارفارين هنحكي عن الوارفارين يعني الى لقدام شوي. نعرف انه اذا المريض عنده حساسيه للوارفارين اذا pregnant woman اذا عنده history of something called warfarin induced skin necrosis اذا مش قادر اعمل مونيتورينج للاي ان ار وانا المريض عم بياخذ الدواء او المريض عنده بياخذ كثير ميديكيشن او دياتري habits اللي بتعمل interaction مع اليوز اوف وارفارين ومش قادرين نوصل للاي ان ار this is an absolute contraindication to take الوارفارين. بالنسبه للدابيجاتران اذا بتتذكروا اخذناه بايام الارثميا بالاتريال فيبريليشن وحكينا انه it's the preferred drug in most patients with AFib الا الناس اللي عندهم mitral valve disease او زارعين prosthetic valve. دابيجاتران is contraindicated عند الناس اللي زارعين mechanical prosthetic heart valve وطبعا الناس اللي عندهم برضه allergy لإله ما بيصير انهم ياخذوا. طيب حكينا ايش هم الكونترا انديكيشن تو يوز اوف انتيكواجولانت. طيب شو هم الفاكتورز اللي اذا وجدوا بنقول انه المريض ات ريسك انه يصير عنده بليدنج لو اخذ الانتيكواجولانت؟ كلهم كومن سنس يعني مثلا انه المريض بالبدايه من اخذ الانتيكواجولانت متوقع انه ريسك بليدنج اكثر من لقدام لانه حتى ياخذ عليه جسمه عمره كبير فوق ال 65 سنه بياخذ انذر انتي بليتليت دراجز او نون ستيرويدال زي الاسبرين كمان ممكن يزيد الريسك. عنده history of GI bleeding واخذ anticoagulant عنده ريسك يصير عنده bleeding. عنده عامل recent surgery or trauma او عنده high risk for fall or trauma يعني هذول الكبار بالعمر اللي بضلهم يوقعوا كمان اذا بياخذوا anticoagulant بيزيد الريسك of bleeding. بيشرب الكحول بشكل كبير عنده renal failure عنده cerebrovascular disease وعنده risk of hemorrhagic stroke malignancy الكانسر بشكل عام هذول associated with risk of bleeding أكثر من غيرهم إذا أخذوا الانتيكواجولانت. نحكي هلا عن اللو مولكيولار ويت هيبرين اللي هو كتير بيشبه الانفراكشنيتد هيبرين but with improved pharmacokinetic and pharmacodynamic properties. حكينا إنه الانفراكشنيتد هيبرين it's a long polysaccharide لأنه long polysaccharide بيربط بالبلازما بروتين بشكل كتير كبير وهذا الشيء بيخلي البيو availability إله poor وبيخلي في عنا unpredictable response from patient to patient to variation from patient to patient و
unpredictable pharmacokinetic وpharmacodynamic. فشو عملوا؟ جابوا هالunfractionated heparin عملوا له enzymatic degradation to shorten the number of polysaccharides. يعني قصروا. هلا لما قصروا قلت فرصة إنه هذا البوليساكرايد يربط على البلازما بروتين ويعمل non-specific binding. عشان هيك إحنا بنحصل على enhanced bioavailability of low molecular weight heparin relative لمين؟ للunfractionated heparin. لكن أنا هذا الدواء رح يفقد قدرته إنه يربط بالثرومبين زي ما كان الunfractionated يربط بالثرومبين، لأنه قلنا الثرومبين بحاجة إلى long polysaccharide to be inhibited. عشان هيك هو ممكن يربط بالثرومبين لكن بشكل ضعيف، لكن أكتر هو بيربط بالفاكتور 10 وبالأنتيثرومبين، يعمل لي acceleration للأنتيثرومبين وبيعمل لي inhibition للفاكتور 10. عشان هيك إذا أنا بدي أعمل monitoring I do not use thrombin as a guidance، وإنما بطلع على الفاكتور 10 concentration to know whether the dose is good or not. هلا in general there is no need to do monitoring for low molecular weight heparin for most of patients، لأنه قلنا إنه bioavailability إله واضحة مش زي unfractionated heparin. طبعا هو فقط يعطى subcutaneous low molecular weight heparin. ف in most of patients there is no need to do monitoring. وإذا احتجت أعمل monitoring بتطلع على factor 10 concentration، والmonitoring فقط بيكون eligible للناس اللي شوي critical situation زي الناس اللي كتير كبار بالعمر، الأطفال اللي كتير صغار بالعمر، pregnant women، حدا كتير obese. هدول الناس yes we could do some monitoring لإلهم، لكن otherwise there is no need. مثلا الناس اللي عندهم renal failure yes I could do كمان يعني adjustment للdose monitoring لإلهم لحتى أعمل adjustment للdose. example على أدوية باللو molecular weight heparin category هم الدلتابارين انوكسيبارين تنزابارين. بالعادة الانوكسيبارين الdose إله بالميلي جرام، بينما الدلتابارين والتنزابارين الdose لإلهم باليونت. وقلنا قبل هيك عن خصائص اللو موليكولار ويت هيبرين بالذات للبريفنشن، حكينا انه هو سوبيريور للانفراكشنيتد هيبرين فور هاي ريسك بيشنت، واز افكتيف از الوارفارين فور اورثوبيديك سيرجري اكثر من الانفراكشنيتد هيبرين. طبعا هو كاتيجوري بي بريجننسي، بينعطى اكثر شيء للبريجننت وومن لانه سيف، وله كتير أهمية بالكانسر بيشنت. حكينا بالكانسر بيشنت بنفضل إنه نعطي اللو موليكولار ويت هيبرين فور بريفنشن أند فور تريتمنت. ليش؟ لأنه وجدوا بالكلينيكال ترايلز إنه من أكثر الأدوية الإفكتيف للكانسر بيشنت، وبنفس الوقت له أنتي تيومر إفكت. عشان هيك إحنا بنستفيد من شغلتين باستخدام اللو موليكولار ويت هيبرين. قلنا إن جنرال there is no need to do monitoring، لكن some patients may need monitoring. إذا بدي أعمل monitoring شو بحسب؟ بحسب السي بي سي، بتطلع على الكرياتينين لانه هو من الادويه اللي بيصير له اليمينيشن باي ذا كيدني، كثير مهم اعمل يعني تريسنج للكيدني فانكشن. وبشكل عام انه لازم نعمل ادجستمنت للدوز اذا المريض عنده رينال فيلير، بالذات اذا كان الكرياتينين كليرنس اقل من 30، يعني هذا المريض بيكون داخل ستيج 4 وستيج 5 سي كي دي. بفضل اتس نوت ان ابسولوت كونترا انديكيشن، لكن بنفضل اذا المريض وصل الكرياتينين كليرنس 30 ام ال بير مينيت وكان عم ياخد لو موليكولار ويت هيبرين، انه يعمل سويتشنج للانفراكشنيتد هيبرين بهالحاله اذا ما كان عنده سبب يمنع استخدام الانفراكشنيتد هيبرين. لانه الدوزنج بالكيدني فيلير اسهل بالانفراكشنيتد هيبرين من اللو موليكولار ويت هيبرين. وزي ما قلنا هو من الادويه اللي ما بدها مونيتورنج. عشان هيك انا اذا مريض بلش فيه كرابيد اكتنج انتي كوجولنت للتريتمنت بالمستشفى ممكن يكمل فيه for long treatment بالبيت، لأنه هو إله stable يعني response and most of patients، وما بيعمل لي bleeding زي the other agent. فأي مريض عنده low risk of bleeding, normal vital signs, stable patient، أنا ممكن أروحه باللو molecular weight heparin. قلنا مش الناس كلها بدها monitoring، فقط category معين اللي هم اللي وزنهم كتير كثير كبير او وزنهم قليل، عندهم significant renal impairment, children, the pregnant women، هذول ممكن اعملهم monitoring. وبالعاده المونيتورنج بصير at baseline، بحسب يعني الفاكتور 10 concentration بعد 4 ساعات او كل وقت بغير الدوز. بالunfractionated heparin اغلب الناس بحاجه الى monitoring اول 24 ساعه، نحسب at baseline partial thromboplastin time كل 6 ساعات او كل وقت انا بغير فيها الدوز، انا لازم احسب البارشل ترومبوبلاستين تايم تو جايد الدوزنج.
هون at baseline كل 4 ساعات أو كل وقت بغير الدوز بدي أحسب الفاكتور 10 concentration لحتى أعرف إذا الدوز مناسب ولا لا. هلأ نفرض إنه المريض أخذ له molecular weight heparin وكانت الدوز عالية وصار في عنده bleeding، صار في عنده signs of bleeding وأنا عرفت إنه صار عنده bleeding. أول شغلة بعملها بوقف الدواء له molecular weight heparin. ثاني شيء بدي أعطي الأنتيدوت. هلأ الأنتيدوت بالunfractionated heparin حكينا إنه البروتامين سلفيت. باللو مولكيولار ويت هيبرين وي كود اولسو جيف بالبروتامين سلفيت، بس نعرف انه اتس نوت غانا ريفرس بليدنج باي 100%. ات كان ريفرس البليدنج اسوشييتد وذ لو مولكيولار ويت هيبرين باي 60%. اوكي، معناته في عندي 40% ما راح يصير لها ريفرسر، عشان هيك انا ممكن استعين باليوز اوف بلاد، استعين باليوز اوف فريش فروزن بلازما لحتى انه اعوض اللوست اوف بلاد المريض فقط ونتيجه البليدنج اللي صار له نتيجه انه عم بياخذ اللو مولكيولار ويت هيبرين. في بعض الدراسات الجديد حكت انه وي شود افويد اللو مولكيولار ويت هيبرين بالسباينال والابيديورال انستيزيا، لانه لاحظوا انه في بعض المرضى بصير عندهم كايند اوف بليدنج او هيماتوما بهاي المناطق، وهاي المناطق حرجه كونها مسؤوله عن يعني حركية الجسم بالحبل الشوكي، فيفضل إنه to avoid it. وزي ما قلت إنه هو category B pregnancy widely used by pregnant women and children. نحكي هلا عن الفاكتور 10 inhibitor اللي هو synthetic drug، ما منجيبه من animals. Synthetic drug طوله فقط 5 polysaccharide designed in order to inhibit the factor 10 فقط، يعني هو بشكل indirect بربط بالفاكتور 10 وبنفس الوقت كمان بيعمل لي اكسلريشن للانتيثرومبين، يعني بربط بالانتيثرومبين والفاكتور 10 فبيعمل لي اكسلريشن للانتيثرومبين واندايركتلي كان انهبت الفاكتور 10. هذا الدواء زي ما قلنا هو سينثيتك 5 بوليسكرايد، بتوقع عشان هيك انه ما بيعمل لي نون سبيسيفيك بايندينج، البايو افيلابيليتي له ممكن توصل 90% او 100%، في له predictable response، ولأنه synthetic ما في pathogen transmission، ما في risk of allergy، ما في risk of thrombocytopenia أو heparin induced thrombocytopenia، عشان هيك هو يعتبر the drug of choice للناس اللي عندهم history of heparin induced thrombocytopenia مش قادرين ياخدوا لا heparin ولا low molecular weight heparin. إحدى medications اللي أنا ممكن أفكر فيها أعطيها بهاي الحالة هو الفاكتور 10 inhibitor. طبعا الفاكتور 10 انهبيتر في دواء واحد وحيد موجود بهاي الكاتيجوري هو اسمه الفوندابارينوكس. كنا نحكي فوندابارينوكس، فوندابارينوكس از فاكتور 10 انهبيتر. واذا بتتذكروا قبل هيك لما حكينا عن البريفنشن حكينا انه الفوندابارينوكس از سوبيريور للانفراكشنيتد هيبرين وحتى سوبيريور لللو موليكولار ويت هيبرين فور هاي ريسك اورثوبيديك سيرجري زي الهي النب والهي وال سوري الهيب والني ريبليسمنت سيرجري، لكن لأنه very potent فممكن يكون associated with risk of bleeding more than low molecular weight heparin. هو من الأدوية اللي contraindicated بحالات severe renal kidney dysfunction لما بيكون المريض عنده كرياتينين clearance أقل من 30 ml per minute. هو من الأدوية اللي لها long half-life عشان هيك بينعطى only once daily. وفي بعض الناس اللي عندهم renal impairment ممكن ال effect persist for several days عندهم كون عندهم renal impairment وما بيصير في عندنا elimination للدرج normally. هو it's not metabolized by the liver عشان هيك ما في داعي انه نعمل adjustment للدوز بحالات الليفر disease. وزي ما قلت it does not affect the platelet function عشان هيك it's one of the best medication to be given للناس اللي عندهم history of heparin induced thrombocytopenia. هو يستخدم هلأ جديد يعني increasingly خلينا نقول is used among patients. سعره صار شوي معقول ممكن نستخدمه. هو فقط available as subcutaneous medication mostly بيستخدم بالمستشفيات as rapid acting anticoagulant، قليل ما حدا بيروح فيه للبيت. إذا صار في عندنا bleeding طبعا هو ما إله antidote، يعني البروتامين سلفيت does not work on it لأنه بروتامين سلفيت أكثر concern بالثرومبين بما انه ما بيعمل انهبيشن للثرومبين، فهو بروتامين سلفيت از نوت جود ميديكيشن او يعني انتيدوت تو ريفرس البليدنج اسوشيتد وذ فاكتور 10 انهبيتر. لكن اذا المريض صار عنده بليدنج دو تو يوز اوف فوندابارينوكس ممكن نستخدم له بلاد يونت او فريش فروزن بلازما او نجيب يعني بلازما بيكون فيها الفاكتور 10 كميته كبيره اسمها
factor 10 concentrate to compensate for the lost factor 10 اللي صار له bleeding. هو كاتيجوري بهذا الدواء وممكن استخدامه بالأطفال، لكنه it's not widely used لأنه بتخيل جديد لسه ما في خبرة كتير باستخدامه. نحكي هلأ عن الدايركت أورال أنتيكوغلانت. هل حدا هلأ حكينا عن الأنفراكشنات هيبارين لو موليكولار ويت هيبارين وعن الفوندا بارينوكس، هلأ نحكي عن أورال ايجنت that are newly approved by the FDA can be used as rapid acting anticoagulant for treatment, can be used for prevention, can be used for chronic treatment كونها oral. والحلو فيها انه معظمها ما بده مونيتورينج، يعني احنا بنعطي فيكس دوز للمريض وانتهينا. هلا الفوندابارينوكس ما حكينا عن الدوزنج له، الفوندابارينوكس احنا بنعطي فيكس دوز حسب البادي ويت، تحت ال 50 كيلو جرام بنعطي 5، من 50 الى 100 بنعطي 7.5 ملي جرام، فوق ال 100 كيلو بنعطي 10 ملي جرام، يعني الدوزنج له شبه فليكسبل. الأورال أنتيكوغولانت أبداً في دوز موجودة بعلبة الدواء بنعطيها لكل المرضى regardless عن وزنهم و regardless of anything وعن عمرهم، ما بدهم monitoring، لا في داعي أحسب INR ولا أحسب ولا أطلع CBC ولا partial thrombopoietin time. بيشتغلوا بكذا ميكانيزم، يعني مثلاً عندنا ريفاروكسيبان، أبيكسيبان، إيدوكسيبان، بتريكسيبان، كلهم من اسمهم بيشبه، هدول عبارة عن دايركت فاكتور 10 انهبيتر، بيعملوا لي انهبيشن للفاكتور 10 لكن بشكل دايركت، بيربطوا عليه دغري. اما الفوندابارينوكس اللي حكينا عنه قبل شوي هو اندايركت، ليش؟ لانه بيربط بالانتيثرومبين والفاكتور 10، هدول دايركت بيربطوا فقط بالفاكتور 10، طبعا هم سينثيتك عشان هيك انا ممكن استخدمهم بحالات الهيبرين اندوسون فوسايتوبينيا، they are very potent عشان هيك يعني بتوقع انهم associated with the bleeding more than the other agents. ما بدهم monitoring، في flexibility بالdosing لإلهم. They are very effective for patients with high risk orthopedic surgery، كونهم very potent بتوقع انهم يكونوا more effective than low molecular weight heparin وthan الفوندابارينوكس for very high risk patients، لكنهم as effective as low molecular weight heparin والفوندابارينوكس للناس less risk. يعني إذا مريض مثلا high risk وبس مش very high risk، أنا ممكن أعطي هدول الأيجنت أو أعطي فوندابارينوكس أو لو مولوكولار ويت هيبارين نفس الإفيكاسي. لكن إذا أنا معنية بناس عندهم very high risk surgery زي الهيب والني ريبليسمنت surgery، هدول ممكن يستفيدوا أكتر على الدايركت أورال أنتيكوأجلانت. هلأ في حكينا كتير منهم أدوية، ريفاروكسيبان، أبيكسيبان، إيدوكسيبان، بتريكسيبان، هدول دايركت فاكتور 10 انهبيتر. وفي عنا الدابيجاتران اللي سبق أخذناه، هو أورال أيجنت لكنه بيشتغل as direct thrombin inhibitor، هنحكي عنهم لقدام شوية direct thrombin inhibitors. هلا بشكل عام حكينا إحنا ممكن نستخدمهم as rapid acting anticoagulant، لكن الأدوية اللي ممكن نستخدمها from the first day هم الريفاروكسيبان والأبيكسيبان. يعني إذا أنا قررت إني أعالج مريض صار عنده VTE وبدي أعطيه إحدى هاي الـ oral agent، من أول يوم أنا ممكن أبلش ريفاروكسيبان وأبيكسيبان، and there is no need to overlap it with warfarin. ليش؟ لأنه هو أورال، ممكن يبلش فيه المريض ويخلص ويكمل فيه لكل مرحلة التريتمنت. في بعض المرضى إذا مش قادرين يدفعوا السعر ممكن إحنا we can overlap it from the first day with warfarin until warfarin يوصل للـ INR بعدين نكمل الوارفارين، لكن نعرف إنه ممكن إنه أنا أعطيه as monotherapy from the first day وأكمل فيه. بالنسبة للإيدوكسيبان والبتريكسيبان أنا ممكن أعطيهم as rapid acting anticoagulant بس ما بفضل أبلش فيهم، بالعادة بنعطوه after 5 to 10 days of starting the first rapid acting anticoagulant other than them. يعني مثلا إذا أنا مفكر أعطي إيدوكسيبان وبتريكسيبان ما بعطيهم من أول يوم، ممكن أعطي ريفاروكسيبان أو أبيكسيبان، ممكن أعطي لوموليكولار ويت هيبارين، ممكن أعطي انفراكشنيتد هيبارين، ممكن أعطي فوندابارينوكس لخمس أو 10 أيام بعدين أكمل إيدوكسيبان أو بتريكسيبان. أوكي، اللي بيميز هاي الأدوية زي ما حكينا إنها ما بدها مونيتورينج، ما بدها دوزينج، ففي فليكسيبيليتي باستخدامها، إلها very fast onset of action، عشان هيك بتوقع إذا المريض نسي حبة رح يصير عنده complications مقارنة مثلا لو بدي ينسى حبة من الوارفارين. الوارفارين لأنه بده وقت لحتى يوصل للديزايرد INR، لو المريض نسي حبة ما رح يحس بهذا الشيء بأنه صار عنده مشاكل thrombosis أو bleeding، لكن إذا المريض كان ياخد direct oral anticoagulant ونسي حبة ممكن يصير في عنده risk of thrombosis أو complications، لأنه الدواء potent وسريع الـ onset of action، إذا المريض miss one dose can cause complications. اللي بيميز كمان هاي الـ oral agent الـ direct oral anticoagulant إنه كلياتها بيصير لها liver metabolism by CYP450 enzymes، وكلها برضو بيصير لها
metabolism in the gut by P-glycoprotein. فإذا المريض بياخذ أي دواء يعني هو strong enzyme inducer زي الريفامبين والفينايتون for example أو مثلا strong enzyme inhibitor زي مثلا الكيتوكانازول، هذول الأدوية رح يأثروا على الإفكاسي والميتابوليزم of this medication، حيزيد البلازما concentration وحيزيد الريسك of bleeding، ومش مسحة لأنه potent. عشان هيك this medication should be avoided in patients who receive strong enzyme inducers أو strong enzyme inhibitors للP glycoprotein ولا liver enzymes. وكذلك these medications most of them بالذات الأبيكسيبان والبتريكسيبان should not be given للناس اللي عندهم moderate to severe hepatic impairment لأن أو renal impairment لأنه ما بيصير في elimination أو metabolism لهاي الأدوية بشكل جيد عند البيشنت. أبيكسيبان كمان من الأدوية اللي بنفضل إنه بعد عنها بالكبار بالعمر أو الناس اللي وزنهم كثير صغير. هلا الأبيكسيبان category B ممكن نعطيه بالpregnancy لكنه not widely used لأنه دواء جديد. عندي الريفاروكسيبان on the other hand هو category C pregnancy ممكن أعطيه لكنه مش safe as good as much as الأبيكسيبان. والريفاروكسيبان similar للفوندابارينوكس اللي حكينا عنه قبل شوي، هو من الأدوية should not be given إذا المريض عنده الكرياتينين كيرانس أقل من 30 ml per minute. هلا بشكل عام البتريكسيبان والريفاروكسيبان من الأدوية اللي إذا أنا باخدها مع الأكل بزيد البيو أفيليبيليتي إلها، بزيد امتصاصها. عشان هيك إذا أنا خايفة من البليدينج خطأ إني أخذ الدواء مع الأكل، لكن إذا أنا حاسة إن المريض بحاجة إنه نتفش للإفكاسي مش عم بيستجيب كويس للدواء، أنا ممكن إني أخذه مع الأكل لحتى أستفيد من الانكريز بالبلازما كونسنتريشن وبالتالي أحسن الإفكاسي. هاي الأدوية جديد طلع لها أنتيدوت، يعني في عنا نزل الأندكسانيت ألفا اللي هو الأنتيدوت بالذات للريفاروكسيبان والأبيكسيبان، جرب عليهم. في دواء جديد اسمه سيرابارانتاج، هذا نيو أنتيدوت is being tested for all kinds of anticoagulants including الفوندابارينوكس والأنفراكشنيتد هيبارين واللومولكولار ويت هيبارين والدايركت أورال أنتيكوأجلانت. هلا is being tested وعم بيبين إنه ممكن يكون promising antidote for a bunch of anticoagulants لكنه لساته مش approved by the FDA for all types of anticoagulants. بينما الأندكسانيت ألفا antidote هو approved by the FDA for rivaroxaban and apixaban. Serapentag so far can be used لل bleeding associated with edoxaban and heparin بس لسه ما تجرب على بقية الميديكيشن. بشكل عام كل الدايركت اورال anticoagulants لأنهم very potent should be avoided in combination with non-steroidals أو with antiplatelets لأنه سواء كانت clopidogrel أو كانت glycoprotein receptor inhibitors لأنهم بيزيد الريسك of bleeding. معناته إحنا الأورال agent اللي نستخدمها هي إما direct inhibitor للفاكتور 10 زي rivaroxaban, apixaban, edoxaban ونضيف لهم البتريكسيبان اللي هو new agent أو الدبيجاسرين اللي هو direct thrombin inhibitor، هنحكي عنهم كمان شوي بشكل أوسع. أوكي؟ هذا الجدول بيحكي لنا إيش هم الدايركت أورال أنتيكوأجلانت. نعرف إنهم كلهم بينعطوا أورالي، كلهم بيصلهم ميتابوليزم باي ذا ليفر ورينال إليمينيشن، كلهم لازم ننتبه إذا المريض بياخد أنتي بليتليت أو بياخد أنتيكوأجلانت should be avoided in combination with this medication، كلهم should be avoided with strong dual inducer of liver enzyme بالذات CYP3A4 and P-glycoprotein أو inhibitor. يعني عندنا الانهبيتر زي الكيتوكانازول زي الإريثروميسين وعندنا انديوسر زي الريفامبين والفينايتون، ما بصير ناخذ هاي الميديكيشن ان كومبينيشن مع الابيكسيبان او الريفاروكسيبان وكذلك الدابيجاترن والايدوكسيبان وحتى البتريكسيبان، كلهم انه احنا لازم ننتبه لهذا الموضوع. اشوف اذا معي مجال، لا ولا أخليهم للمحاضرة الجاية، خليهم للمحاضرة الجاية لأنه ضل عنا قليل، ضل عنا يعني دايركت ثرومبين انهبيترز. هلأ صراحة المحاضرة الجاية رح تكون قصيرة، فإما بسجلها أو إذا بتحبوا إنه بناخدها لايف، ما بعرف حسب رح شو رح يصير وضع. أنا هيك يوم الأحد القادم رح أعطي المحاضرة هاي لطلاب الشعب الأولى، فممكن أنا أسجل المحاضرة وأنزلها إلكم لأن هي قصيرة ما أظنش تاخد أكثر من ثلث ساعة. بنوقف هون. أوكي خليني بس بدي أوقف التسجيل.
اوكي.